اليوم أنا في مدينة مراكش في المغرب، وبدي أحكي لكم خمس أشياء لازم تعملوها إذا بتزوروا مراكش. أولاً، المبيت لازم يكون في رياض، اللي هو بكون بيت تقليدي فيه باحة وسطية وأحياناً مسبح. عشان تحجزهم تقدر تستخدم موقع ويجو الموثوق لعمل الحجوزات. ثانياً، تزور المدينة القديمة وساحة جامع الفناء، حولها كمية كبيرة من الأسواق، بتلاقي فيه اللي بدك إياه من المطاعم والحرف الشعبية والعروض الجميلة وغير هيك. ثالثاً، تزور مدرسة بن يوسف. هاي كانت مدرسة بقصدها الطلاب من حول العالم لدراسة مختلف العلوم، وأسلوب بنائها والزخارف اللي فيها بترجعك لأيام الأندلس. رابعاً، تشرب قهوة في دار الباشا. هذا المقهى من الأماكن الجميلة اللي ممكن تبدأ فيه نهارك. تصميم المكان وباحته والمقهى نفسه بعطيك إحساس إنك عن جد في تجربة فريدة من نوعها. خامساً، تجرب أكلات الشارع اللي مراكش معروفة فيهم، بداية من طنجية الأكل الأشهر والشاي المغربي والحلزون وكثير أكلات أخرى. اكتبوا لي في التعليقات إذا في مكان تاني لازم الواحد يزوره.